يا صباح الخير والحب والجمال على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال. وزي ما احنا متعودين كل يوم أربع من الساعة 12 الظهر ولمدة نص ساعة بنبقى معاكم في حلقة جديدة وبرنامج بيقولوا. النهاردة هيبقى معاكم إيمان حكيم ومعايا كمان زمايلي اللي هشاركهم الحلقة النهاردة. خلوني في البداية أصبح عليهم. صباح الفل يا ليلى. صباح الفل يا إيمان، وصباح الفل عليك يا أمجد، وصباح الخير على كل مشاهدين حلقتنا النهاردة. صباح الخير عليكم، وصباح الخير على كل متابعينا وحبايبنا اللي بيشوفونا على قناة الصحة والجمال. برنامجنا النهاردة بيقولوا جاي لك عريس، وبعدها بيقولوا احنا بنشتري راجل. جاي لك عريس، جاي لك عريس، كلمة تعودنا نسمعها كتير جدا في كل بيت فيه بنات في سن الجواز. كلمة ممكن ترعب أي بنت وتخليها عايشة في حالة من القلق والتوتر، حاجة كده عاملة زي المجهول. كمان ممكن تخلي البنت دي بنات تانية فرحانة ومبسوطة وحاسة إنها مزقططة على الآخر. خلينا نحكي حاجة بتحصل في كل بيت. كل بيت كده عنده بنوتة حلوة على وش جواز، زي ما بيقولوا بقت عروسة. بيجي يوم وأهلها يقولوا لها النهاردة جاي لك عريس، هيجي واحد حلو كده ابن حلال هيشوفك، بس طبعا الشورة شورتك والرأي رأيك ومحدش هيخصفك على حاجة. على طول بيقولوا كده وبعدين بيحصل حاجات تانية. ما هو ده الفخ بقى. أيوة. ما هو ده لازم يحصل كده عشان توافق تشوف. وراجل محترم وتمام، يعني لازم تشوفيه. أول ما بيعرفوا إن العريس وأهله هيجوا يوم الخميس، ومش عارف إيش معنى يوم الخميس، بس هو ده أغلب المواعيد بتبقى في اليوم ده. اليوم الأساسي عندنا بالظبط كده. خلاص اتغير الموضوع ده. يا ريت. أول ما بيقلبوا على طول ويعرفوا إن العريس هيجي في اليوم ده، حالة طوارئ بتتعلم في البيت كله. توضيب بقى وأكل وشرب وحاجات كتير قوي بتحصل، وكل واحد بيتحرك حسب مكانه، أخو العروسة، أبو العروسة، أم العروسة، كل الحاجات المختلفة اللي إحنا بنشوفها دي. ويجي بعدها كده حالة الارتباك وحالة الخوف اللي بتبقى عند العروسة. الحياة الجديدة اللي داخلة عليها هي بقت موضع قبول ورفض دلوقتي، حد هيشوفها، ولو في كمان معرفة قبل كده ما بينهم الأهل هيتعرفوا، كل الحاجات دي قلق. ويبتدي الرحلة الطويلة دي في التوضيب في البيت، وتبتدي كل الحاجات اللي احنا عارفينها بتحصل دي كلها، لحد ما يجي اليوم ويتقابل فعلا ويجي العريس للبيت في يوم الخميس اللي اتفقوا عليه. وفجأة نبتدي نحاول نتكلم في الموضوع، نلاقي حالة سكوت في النص كده، في حوالي 60-70 مرة نورتونا وشرفتونا والحاجات الحلوة اللي بتتقال دي. أساسا نورتونا يا جماعة. طب نورتونا. هتلاقوا الأمور ماشية كده كتير قوي، لحد ما واحد كده واخد حبوب الشجاعة ويروح قايل لهم إيه، يلا نخش في الموضوع، ويتقدموا للعريس للعروسة ويقولوا لها يا عمي إحنا طالبين، وإيه طلباتك؟ وهنا بقى يبتدي الراجل ابو العروسه يقول الكلمه الشهيره جدا، احنا بنشتري راجل. احنا بنشتري راجل دي عايزه اقول لك يا امجد انها كلمه اللي جاي بعدها بيبقى تقريبا برضو عامل زي المجهول كده، لان دايما كلمه احنا بنشتري راجل دي بتعتبر عامله زي ما يكون بيثبتك علشان تعرف تتلقى الصدمه اللي جايه بعد كده كده بروح رياضيه وما تقولش اي. فنصيحه مني، اول ما تسمع كلمه احنا بنشتري راجل دي لك في سنانك قبل اجري الراجل. بس عارفه ايمان، فعلا الموقف اللي حكاه امجد ده موقف بيتكرر في بيوت كتيره، تقريبا معظم البيوت المصريه. بس انا عايزه اسال سؤال، يعني هل يا ترى اول قعده دي فعلا لازم تستلزم كل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه في التنظيف والشقه والاكل اللي احنا بنعملها والاوفر اللي احنا بنبقى عاملينه ده؟ وهل اول قعده بتكون عندنا انطباع سليم عن العيله الثانيه اللي جايه تتقدم؟ وجملة احنا بنشتري راجل اللي طبعا بتخوف معظم الرجاله اللي موجوده في مصر وبره مصر الحقيقه، بيبقى وراها ايه؟ ده كله هنتكلم فيه وهنعرفه، بس هناخد فاصل قصير الاول ونرجع لكم تاني، استنونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين معاكم في موضوع حلقتنا النهارده وجاي لك عريس. بيقولوا ان الانطباعات الاولى بتدوم،
علشان كده لازم نخلي بالنا جدا من اول لقاء او الانطباع اللي بيتاخد عننا او اللي احنا بناخده عن حد في اول لقاء، سواء اللقاء ده كان لقاء شغل، لقاء صحاب بنشوفهم لاول مره، لقاء جواز او علاقه بين طرفين. لازم نركز جدا في التفاصيل ولازم نهتم بيها، لان التفاصيل دي والانطباع اللي بناخده ده يا اما بيبقى بدايه لطيفه وحلوه ومبشره بالخير وبتخلينا متفائلين بالعلاقه اللي احنا داخلين عليها، يا اما بتكتب شهاده وفاتها من قبل ما تبتدي من الأساس. وعلشان احنا بطبعنا كمصريين بنحب جدا نهتم بأدق التفاصيل، فلما بيجي واحد يتقدم لعروسة بتلاقي الطرفين عمالين بيهتموا بتفاصيل الموضوع، بتفاصيل اليوم ده هيحصل ازاي، هيمشي ازاي، فتلاقي تحضيرات أهل العريس ماشية في اتجاه وتحضيرات أهل العروسة ماشية في اتجاه. يعني مثلا أهل العريس تلاقيهم بيلبسوا الحتة اللي على الحبل، بيتشيكوا جدا ويمشوا يدوروا يلفوا هناخد ايه في ايدينا. وعلى فكرة عايزة اقول لك ان هناخد ايه في ايدينا دي هيدخلوا بايه للعروسه بتفرق مع ناس كتير جدا طبعاً. ناس كتير بتشوفها انها نوع من انواع التقدير، ان بعض العرايس لما يكون العريس مش جايب حاجه عليها القيمه بتحس لا انها مش قابلاه او انه بخيل انها رافضاه. وعايزه اقول لكم يعني سر، انا من الناس اللي بتهتم بهو جايب ايه في ايدي دي. هي حاجه مهمه على فكره، البنات كلها بتهتم بحاجه زي كده، حتى الورد والترند اللي طالع ان لازم الورد يبقى شكله مش عارف ايه عشان لو عمل كده يبقى هو شيك قوي ومش عارف طبعاً. الكلام ده هيودينا في داهيه، لازم يبقى كيوت والله العظيم. طب والعريس اللي مش عارف الترند ده يعمل ايه؟ لا يسأل، يعرف. مش عارف يسأل. بس ده كله كوم، وتحضيرات اهل العروسه دول كوم تاني لوحدهم. أيوة. خالص تبدا بقى رحله التحضيرات اللي انت قلت عليها في البدايه، وتجهيز البيت من بلكونات وشبابيك ومرايات، وتبدا ام العروسه في الكلمه الشهيره بتاعتها، انتوا عايزين ام العريس تاكل وشنا ولا ايه؟ قلبي بيتقبض لما بسمع الكلام ده. وكل كوم والبوفيه ده كوم تاني، كانه يوم الفرح بالظبط. تلاقي ام العروسه مجهزه العصاير، الشربات، الجيلي، لازم الجيلي علشان يطري القعده، هي القعده هتقعد من غير طراوه لازم نطري القعده. بعد كده ندخل بكوبايه السحلب الحلوه كده بالمكسرات علشان ندفي برضو، وخصوصا لو الجو برد زي اليومين دول. أيوة، فلازم نديهم باور، لازم نديهم شويه دفى. بعديها بقى يا سلام لو شويه شاي حلوين مع كيك، علشان العريس كمان يدوق عمايل ايد العروسه اللي اصلا ممكن يكون اخرها كوبايه الشاي وكان الله بالسر عليها. والقهوه بقى اللي عاملاها العروسه لا بايديها عشان تعرف تعمل قهوه بوش ولا ما تعرفش؟ لا 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 لا، دي علشان تعدل دماغ للي جاي بعد كده اصلا. وكل ده كوم، والبونبونيره كوم تاني خالص. البونبونيره دي بتحسسني انك داخل امتحان هندسه في الثانويه العامه، لازم تبقى محطوطه بزاويه معينه بطريقه معينه بطريقه عموديه موازيه للمفرش اللي محطوطه عليه. لا، وغالبا بعد كل ده ما بتلاقيش وقت اصلا يطلبوا ايد البنت اللي هم جايين يتكلموا موضوع عليها. موضوع البونبونيره ده يا جماعه ما فيهوش هزار، انا كنت فاكره زيك كده في الاول، طلع ان ليه اصول واتيكات وكده. دينا علي ماهر رئيس مؤسسة الإتيكات وأسلوب الحياة كانت بتتكلم عن المقابلة الأولى، وقالت إن البنت لازم تاخد البونبونيرة وتقدم الشوكلت لوالدة العريس الأول وبعد كده والده وبعد كده على الناس كلها بالترتيب. طبعا لا مش كده بس، ده بصي استني، دي الحاجة اللي أنا استغربتها جدا بقى، إن هي لازم تاخد شوكلت وترجع تقعد تاني، يعني حتى لو هي مش عايزاها بس هي لازم تاخد شوكلت. يعني فانا حسيت ان احنا ناخد وهي لا، اصل ده توتر فاكيد مش هعرف اكل. البونبونيره اللي هي موجوده في النيش من ساعه جواز ابوها وامها كمان. ايوه لها 30 سنه ما خرجتش من النيش. العزيز الغالي طبعا. بس والله يا جماعه البنات انا بحسها بتتعب في الموضوع ده، يعني بتتعب من بدايه التنظيف وبدايه الاكل والكلام ده كله والتوتر اللي بيبقى عليها، وكمان انها لازم وهي بتقدم الحاجه لازم تبقى ماشيه واثقه من نفسها جدا، لازم تبقى بتضحك غصب عنها حتى لو هي مش قادره تضحك من التوتر، بس هي لازم تبقى ماشيه بتضحك. وهي بتقدم الحاجه تقدمها بثقه، يبقى قاعده ظهرها مفروض بتقدم انترفيو للمذيعين، مش ان حد الجيش بتعمل لقاء ده، مش ان الموضوع ودي وان في ناس جايه تتقدم. فانا بحس ان البنات بتتعب، وخصوصا كمان في اصعب بقى فقره بالنسبه لنا اللي هي اللبس. طبعا انت مش هتحس بالموضوع ده. اللبس يا جماعه احنا رجاله سهلين في الموضوع ده. لا احنا بيبقى صعب قوي. بحسدك والله، بحسدك بجد فعلا على موضوع اللبس والميكاب والحاجات دي. بيبقى صعب لان احنا بنبقى عايزين نلبس احلى حاجه ونبان في نفس الوقت شكلنا كويس، ان مامت العريس ما تقولش حاجه، ان طب بابا هيقول ايه، طب مش عارف ايه، فباخد راي ماما وبابا والجيران واصحابي وفي الاخر انا ما بستقرش. انتوا بقى بتتوتروا كده يا امجد؟ انا عايز اعرف الموضوع ده. هقول لكم بس احنا اكبر مشكله برضو عندنا نفس مشكله البنت، انا هبقى في موضع تقييم،
انا هروح هتقبل من العروسه دي لما كنتش اعرفها ولا لا، وبعدين لو انا عارفها طب انا هتقبل من اهلها ولا لا، طب انا اتقبلت طب هيقبلوا عيلتي ولا لا. احنا برضو بنبقى في الحيره دي. احنا الرجاله اهتماماتنا سنه مختلفه عن البنات، مش في اللبس ومش في هجيب ايه، على قد ما انا مهتم انا شخصيا هعرف اكمل ده ولا مش هعرف، هقدر ولا مش هيسمحوا لي ان ده يحصل. اصلا اتحطيت في موضوع تقييم ده في حد ذاته كفيل انه يدخلك في حاله كبيره جدا من التوتر. لا وفي توتر اكبر بقى، القعدة نفسها وشكلها، السكون اللي بيبقى مخيم على القعدة ومش عارفين نقول ايه لسه، فنورتونا زي ما قلنا في الاول وشرفتونا 200 مرة اللي بتتقال دي مقلقة، لحد ما حد يلا يا بابا مش هنتكلم، لحد يا عمي احنا طالبين القرب منك، الكلمتين اللي بيتقالوا دول اول ما حد يتشجع ويبتدي يقولهم اللي بيحصل العكس بقى. هنا لحظة التوتر الكبيرة قوي عند اي عريس، اول ما يسأل العريس نفسه يسأل ابو العروسة طلباتك ايه يا عمي، طلباتك ايه يا عمي دي فخ يعني اعرف على طول. ابو العروسه هنا بيرد الرد الشهير قوي، احنا ما لناش طلبات، طلباتنا عاديه جدا 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 جدا، و احنا بنشتري راجل. هي دي بقى الجمله بدايه بقى كده، يلا واحنا عايزين كذا وكذا 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 وهتجيب كذا وكذا وكذا. بس على فكره عايز اقول لك على حاجه، ان التوتر ساعتها بيبقى بسبب طب هم باباها لما يشوفني مثلا هيقول عليا ايه، لو هم كمان عارفين بعض بالذات. الموضوع ده مهم جدا يا ليلى ومحتاج نتكلم فيه كتير، بس خلينا نكمل الكلام فيه بعد الفاصل. استنونا فاصل صغير وراجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكان في سؤال قبل الفاصل، ايه الهدف من اول مقابله؟ الهدف دايما من اول مقابله كتير فينا بيغلط غلطه بشعه قوي في الموضوع ده، تحت مظله جمله كبيره قوي بتتقال احنا بنحب نحط النقط تحت الحروف من اول مره. النقط على الحروف تحت او فوق؟ على الحروف. نحب نحط النقط صح فوق الحروف من اول مره. المبدا ده صعب قوي يتطبق في اول مره. المفروض اول مقابله تكون تعارف خفيف ما بين العيلتين، يعني منتهى الود ومنتهى المحبه، عشان دي عيله جديده هتنضم لعيلتنا، عيلتنا هتكبر، فلازم يبقى اول تعارف ما بيننا فيه هدوء وفيه محبه وفيه استيعاب، عشان يبقى فيه عشم في الطلبات بعد كده. لكن الغلطه اللي بنغلطها كلنا ونبتدي نتكلم في المهر والشبكه وعليك ايه وعليا ايه، تحت مظله نحط النقط فوق الحروف، صح كده؟ نحط النقط فوق الحروف، الموضوع ده مشكله كبيره، بيدي انطباع مش حلو قوي في اول مقابله. خلينا نبقى اول مره تعرف. انا عايز اقول لك على حاجه، ان سبب الطلبات في اول مقابله او كده ان الناس ساعات بتطلب حاجات كتيره جدا، فبتخلي الشباب تخاف من فكره الجواز عموما، اللي هو طب انا اما اجي اتقدم ما هي هيطلبوا طلبات كتيره جدا وانا مش هبقى قادر ليها او كده، فالموضوع بيبقى صعب. فدلوقتي ان الواحد بيروح يتقدم لوحده ده بيبقى كنز يعني، فاهم؟ الموضوع معاهم بيبقى فعلا كبير جدا، فيعني خصوصا كمان ان في طلبات كتيره بتطلب ما بيبقاش ليها لازمه قوي، يعني بحس انها سهل نستغنى مش عنها، مش في محلها خالص، وسهل مبالغ ان احنا بالظبط سهل ان احنا عادي نعيش من غيرها، ما فيش اي مشكله. فده بيبقى سبب من اسباب ان الجوازه كلها تتفشكل، او لو هو بقى الولد خلاص شاريها ومتمسك بيها جدا ومقرر ان هو لا هي دي شريكه حياتي، بيضطر بقى الموضوع بعد كده ان ده بيحصل مشاكل بس على المدى البعيد، يعني هيعديها دلوقتي بس في اول خناقه هيقول لها ما انتوا عملتوا كذا كذا ما انتوا دبستوني، ايوه وكسرت مثلا الخلاط، على الخلاط ده انا اللي جايبه اللي هو زيادة عني. فبتلاقوا ان الموضوع بيعمل مشاكل على المدى البعيد برضو ما بنخلصش منه. طبعا انت طبعا معاكي حق جدا، احيانا كتير الطلبات الزيادة بتبقى سبب في ان الشباب تلغي فكرة الجواز او تأخرها وقت طويل جدا، وده بيسبب عندنا ازمة طبعا في المجتمع. بس انا عايزة اقولك على حاجة مهمة جدا، مش دايما ان المبالغة في الطلبات بتبقى من العروسة واهلها، لان ساعات كتير جدا بيبقى اللي بيبالغ في الطلبات هما برضو العريس واهله، يعني بيحصل من الطرفين. احيانا كتير جدا تلاقي ان اهل العريس يطلبوا مثلا من الحاجه واحده واثنين، يعني مثلا بدل ما يجيبوا ثلاجه لا لازم يجيبوا معاها كمان ديب فريزر، مع ان هم اثنين مجرد اثنين داخلين حياه، فممكن الثلاجه جدا تكفي، لا لازم بدل الغساله كمان نجيب معاها غساله اطفال، مع ان الاطفال دي اصلا لسه في علم الغيب، لسه مش عارفين احنا هنجيب اطفال ولا لا، ولا هنجيب امتى اساسا. والموضوع ده بيحصل كتير جدا او بصوره كبيره وملاحظه في الارياف،
او في القرى، لان الناس هناك بيبقوا كتير قوي عارفين بعض، وكل واحد فيهم شايف التاني جاب ايه، ده فلان جاب لبنته كذا، فلانه العريس ده جاله كذا، فانا مش عايزه لا بنتي ولا عايزه ابني يبقى اقل من جيراننا ولا اقل من قرايبنا ولا اقل من اللي حوالينا. يقولوا علينا فدي ايه؟ اه بالظبط، يعني عايزه اقول لك ده بيضطرهم يجيبوا حاجات لو عاشوا عمر فوق عمرهم مش هيلحقوا يستخدموها، احنا بس بنكنز في كل حته، وممكن يكون اصلا البيت اللي هم جايبينه ما عندهمش مكان للحاجات دي تتحط فيها. بس احنا لازم نجيب بالظبط، زي ما حدش يقول احنا كده، انت بتجيب حاجات تكفيك عمر كامل قدام، وزي لسه ما انت قايل البونبونيره بتاعه الام هي اللي طلعت للبنت وهي بتتجوز، فاللي هو يا جماعه طب كل حاجه بتتغير، الاذواق بتتغير، الموديلات بتتغير. في وجهه نظر كده ان الاهالي بتتبعها في الموضوع بتاع الجهاز ده بشكل كبير، اللي هو ايه، اصل انت اللي انت مش هتعرفي تجيبيه دلوقتي مش هتعرفي تجيبيه بعدين. ما هو يعني كتير طبعا بيفكروا في النقطه دي، بس لما احتاجه فعلا بالظبط عندك حق، لما احتاجه ابقى اجيبه، ما هو ممكن اجيبه النهارده وبعد شويه طبيعي ان كل حاجه بتتطور فلاقي حاجه احدث، حاجه نزلت باوبشن اكبر، فهبقى محتاجه اجيب الحاجه الاحدث دي. بس اللي بيحصل كمان ان احيانا بنلاقي ان اهل العروسه هم اللي ممكن يعلوا على نفسهم، يعني ما يبقاش مطلوب منهم بالظبط، بيصعب على نفسه ابو العريس او ام العروسه، سوري ابو العروسه او ام العروسه، بيعلوا على نفسهم وبيصعبوا الموضوع على نفسهم، ويبداوا يجيبوا من كل حاجه مره واثنين وثلاثه، ويكنزوا ويملوا البيت كراكيب ملهاش قيمه وملهاش استخدام، بالعكس بتضيق البيت وبتخليهم مش عارفين يتحركوا باريحيه، مش عارفين يبقوا حرين في احتياجاتهم. فده حاجة بتخلي الناس مش عارفة تجهز، مش عارفة توصل لده، مش عارفة تعمل ايه، مش عارفة، بتخلي شباب كتير مش عارفين يتجوزوا وعايزين يأجلوا الموضوع بفترة كبيرة جدا. خليني اقولك على حاجة كده حصلت، ناس كتير اعرفها العيلتين قدروا يتوصلوا لاتفاق مريح للطرفين، والفلوس اللي كانت هتدفع زيادة في حاجات ملهاش أي قيمة أو ملهاش أي لازمة ابتدوا يوجهوها لاستثمارات خاصة بالولد والبنت الجداد اللي هيبنوا بيت جديد، فبقى الفلوس بالشكل ده راحت لمنطقة تانية أحسن بكتير خالص خالص، وبقى ليها استخدام أحسن. بالمناسبة الرأي اللي قاله أمجد ده رأي بوست جبناه من على السوشيال ميديا بيتكلم عن الموضوع ده، بنت منزلة البوست بتتكلم فيه عن الموضوع دوت، وفي تو كومنتس عليهم. طيب خلينا بس الأول قبل ما ناخد البوست لو كنا هناخده عشان وقت الحلقة، نطلع فاصل بسرعة صغير قوي كده ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مرة ثانية، ولسه بنتكلم على موضوع حلقتنا النهاردة وجاي لك عريس. احنا النهاردة اتكلمنا في موضوع حلقتنا عن الانطباع الاول اللي بيدوم ما بين الاهل العروسة واهل العريس، وايه اللي بيحصل من تنظيف واكل وكل اللخبطة اللي بتحصل في الاول ديت. لكن احنا عايزين نقول حاجة، خلوا الدنيا تبقى بسيطة وسهلة، خلونا نمسك العصاية من النص، خلونا نتكلم بمنتهى اللطف كده والراحة، وما نبقاش حاسين إن أول خطوة ديت أو أول مقابلة ديت هتبقى زي أصعب امتحان، لا خلوا الدنيا سهلة، ما حدش يكون انطباع عن المقابلة الأولى ديت، لأن سواء أهل العروسة أو أهل العريس الاتنين بيبقوا متوترين جدا، ووارد إن طبعا تحصل أخطاء كتيرة قوي طبعا. فما بلاش أي حد ياخد انطباع مبدئي عن أهل العريس أو عن أهل العروسة من أول مقابلة، استنوا شوفوهم مرة واثنين وثلاثة هيتعاملوا ازاي، الدنيا بتبقى بسيطة ولا لأ، وبعدين كونوا عنهم انطباعهم. وكمان خلوا الدنيا بسيطة، بلاش طلبات كتيرة يا جماعة، ساعدوا الشباب ان هم يتجوزوا، بلاش طلبات ملهاش لازمة، بلاش الحاجات الغريبة الستين ألف فوطة اللي بيطلبوا والحاجات دي، خلوا الدنيا سهلة وبسيطة. ولا انت ايه رأيك أمجد؟ عندك حق طبعا، حاولوا الفترة اللي بعد كده بعد أول مقابلة تبقى هي دي فترة الطلبات وعلينا إيه وعليكم إيه، الفترة التانية دي بعد ما نعدي أول مقابلة هتبقى أهدى كتير وهتبقى الأمور فيها أبسط، وطبعا خير الأمور الوسط، اللي يقدر يعمل حاجة يقدمها، اللي يقدر يقدم حاجة من عنده زيادة يقدمها، اللي شايف طرف مش قادر يوفي حاجة وهو يقدر يوفيها يوفيها، الأمور أبسط من كده بكتير. الأمور المادية مش هي الحاجة الوحيدة الأمان والضمان لبنتي طبعا، لا يمكن تكون كده طبعا. البنتي أهم من أي فلوس وما تتقلش بالذهب، فالفلوس مش ضمان،
لكن الضمان الوحيد في الموضوع ده هي اخلاق وطباع الراجل اللي هيبقى هياخد بنتي في بيته قد ايه هيتقي ربنا فيها. الضمان الوحيد اللي بعد ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع ده كله هو طباع الراجل. فحاول بجد نخفف الحمل من الطرفين، من اهل العريس والعروسه، نخفف الحمل على بعض ونخلي الامور ابسط واشيك واهدى بكتير. ونفعل فعلا عباره احنا بنشتري راجل، تبقى فعلا عباره حقيقيه مش مجرد كلام في قعده. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وده معناه ان المعايير الاساسيه اللي على اساسها بنختار الزوج المناسب هي الدين والاخلاق ثم القبول والكفاءه. والكفاءه هنا مش معناها انه لازم يجيب لها فيلا وعربيه ويفتح لها رصيد في البنك ويحط لها رصيد بقد كده. الكفاءه معناها انه يقدر يفتح بيتها ويعيشها مرتاحه ومبسوطه وما يحوجهاش لحد. وطالما قلتوا بنشتري راجل يبقوا لازم تبقوا فاهمين ان احنا بنشتري راجل معناها ان احنا بنشتري راجل هيحافظ على بنتنا، هيصونها ومش هيهنها وهيحبها وهيخاف عليها، وحتى لو ما قدرش يحبها فهيكرمها وهيراعي ربنا فيها ومش هيهنها. وانت كمان لازم تبقى عارف انهم طالما قالوا بنشتري راجل معناها انهم بيدوك كنز كبير جدا عندهم وبيحطوا بنتهم امانه بين ايديك، فلازم تثبت لهم ان انت قد الكلام ده وقد الامانه اللي هم ادوها لك، ولازم تثبت لهم كمان ان هم اشتروا اعظم راجل. مش لازم ابدا نختزل ان حياتنا وكل احتياجاتنا في حسبه ماديه ملهاش اي قيمه، في الاخر مش هيدينا اي حاجه، في الاخر هتخلينا حاسين ان احنا مجرد حاجات قابله للمقايضه. احنا اكيد البشر مش قابله للمقايضه. لا طبعا بالظبط، احنا محتاجين ان احنا نعيش نحس احساسنا، نحس اننا بني ادمين، نحس ان احنا بني ادمين لها مشاعر واحاسيس بتتقدر. فمش لازم الست تحس انها داخله لو جابت حاجات قليله فهي ارخص. وفي نهايه حلقتنا احب اقول لكم ان الزواج هو احتياجات روحيه تلبى وليس قوائم ماديه تؤدى. اشكركم على المتابعه واشكر زمايلي اللي كانوا معايا في الاستوديو النهارده. اشكرك يا امجد، اشكرك ليلى يا ليلى، واشكر جدا فريق العمل. ونشوفكم تاني في حلقه جديده على خير باذن الله يوم الاربعاء اللي جاي وبرنامج بيقولوا.